السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية ويجزيكم خير. تحياتي لكم متابعي قناة سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب، إنما كنتم. الصلاة والسلام على رسول الله. اليوم يا شباب 23/8/2024، احنا الآن بسوق الغنم في مدينة معرة مصرين شمال سوريا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شباب الآن أغطي لكم السوق كاملا من الألف إلى الياء. أتوقع أنه السوق ماشي حاله ماشي حاله. أكثر شيء قام ينباع الشيء الرخيص، الشيء الخفيف، يعني خروف، فطيمة، صخلة. نعم، الصلاة والسلام على رسول الله. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل شيء جديد. تابعوا الفيديو حتى النهاية واضغطون على زر الإعجاب. نزل فيديو امبارح على قناتي، قناة أبو حمزة الرحال، رابط الفيديو بأول تعليق. شوف الفيديو تكلمت فيه، يعني صار لي أسبوع تعبان بالفيديو. أي والله أحضر بالفيديو وأشتغل عليه من أسبوع. أي والله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وجهد فردي، يعني بذلت فيه جهد فردي، فرابطه بأول تعليق. تابعوا، شوف الفيديو على قناتي، قناة أبو حمزة الرحال. الصلاة والسلام على رسول الله. تابعوا الفيديو هذا حتى النهاية. اليوم بعناها ب 175 معز الحال. وين الحاجة شفتيها؟ هذه هي وسطية يا شيخ، برتها مقبولة. والله ما أنا طاير ضرائب. على سبب. على سبب. والله ما أنا ولو هم مايلين باقي ما أكسرها، أقل من 10 ما معي. يا ابو عمر بيع على الشورو. على الشورو ايوه. خلاص روح خلاص الفتية زينة يعني. هذا كلام الله انت يا شباب، يعني ب70. طيب ايش اللي قاعد يبعث؟ نحن عليه في درجة متسببين صار لنا مرتها زينة. على شيء زين تو غير المرأة العنزة اصفلا رضعت وتنهنا اربعين بيها حليبات ابو عمر مو؟ بيها زرج حليب بس فتية يعني زرق زرق. ايه كويس كويس، لون مي كويس ما اشتريت. ايوه اشتريت لون مي كويس ما اشتريت. حاجة ابو عمار شوي راعي الناس. والله قد ايش قد ايش قد اعطيته؟ ايش قد اعطيته؟ انا قلت له 75، هو يدفع 75. 70 خيو 70 وتوكل على الله وروح. توكل على الله. 70 خلاص 170. ليش يا اخي بيش؟ معناها ب70 وعلى شوره. لا يا اخي زين. الله يعطيه، الله يعطيه. والله الدلال يبيع والبياع يخرب البيع. الله يعطيك عمر ورزق وعافيه. والله نعجات بلديات بس اضرارهم طيبه ما شاء الله تبارك الله، ورخوه ميم حي. الله والله ترى زينه، عجات بلديات وسطيات بس اضرار طيبه سبحان الله. عجات زينات وراهن واحدة خروف واحدة فطيمة مو؟ هاي خروف وهاي فطيمة. وهذيك ال هذيك هذا خروف. هذا خروف ها؟ كبير والله خروف. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ايش طلبتوا بهن؟ شو اعطوكم؟ والله يعطونا بين 4 ل 4. ما بعت ها؟ شلون 4 جبارة يعني كل واحدة 4؟ بس واحدة. وجبارة؟ جبارة والله. ترى كل الاضرار زينات ها؟ سبحان الله، مع ان البلديات تقول يعني ضعيفات وكذا. اللهم صل على محمد. كويسات والله، بضاعة زينة ما شاء الله تبارك. عند عمنا أبو سامر يا شباب بضاعة نظيفة والله، اللي بده نعجد حليب زينة صراحة. كل نظرة زينة، كل هاي أحسن وحدة بس عاد كل يعني. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. راي طليان يا شباب ما شاء الله تبارك الله، حلوات والله زينات. الصلاة والسلام على رسول الله. أضرار زينة وطليان المقبولات بلديات. اللهم صل على محمد. وقامت تصير هاي الدفاع يعني. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اي والله بضاعة زينة والله ما شاء الله. الله يرزقكم يا شباب. الله يجبر خاطركم ان شاء الله. منين جايتك ما شاء الله؟ خشنة والله، عالية رجليها طوال وغلاظ. ها؟ اي والله عالية الجودة. ضردها زينة؟ شنو سنها؟ رباعية ها؟ زينة والله. بترة ورجليها غلاظ وعظمة خشنة. وراسها زين ما شاء الله تبارك الله. ايش قد طالب بيها ابو ما شاء الله؟ ما اعطوك شيء؟ عشر شقد؟ بداية عشر. الساكي خشانة والله، رجلين غلاظ وبترة وخشانة ولون حلو وراس زين وقعام زين ما شاء الله. اللهم صل على محمد. حلوة والله. هاي بدك تجمع لك معها 9 10 شكلها. هاي سر الهيبة يعني. شباب يا رجال، امبارح ضيع خروف وزنه بالثلاثين كيلو بسوق الدانة. اي نعم، اللي يلاقي الله يجزاه خير. يعني هذا يعتبر تعميم. في عندنا هذا الخروف يا شباب معروض للبيع، تعالوا شوفوا هذا.
هذا خروف دغلي ثني شغله فحولية معروض للبيع، عم ينباع شغله فحولية بلدي زين مقبول وسعره مي غالية يعني. هنا منباع مثله الأسبوع الماضي ب 450، الجمعة مو الأسبوع الماضي من 4 أيام، ب 450 دولار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. معروض عند أبو عمر تويمي اللي له مصلحة زين ترى الشباب، اللي بده فحل رخيص مو غالي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد إن شاء الله تبارك الله. زين جرن وجالس لونه حلو، رجليه حمر، أبنه مربوج هامو منطي هالشكل، طالبين ب 500. اللهم صل وسلم. ارفع راسه، ارفع راسه تايبين انت، الشباب يشوفونه كويس ترى زين يا شباب، والله كويس مقبول يعني مو غالي. طالبين ب 500، يجوز 400 يبيعون الشباب. عرفت الاسبوع الماضي انباع ثلاث جمعه، انباع مثله 450 زين مقفول. اللهم صل على محمد. طيب سرحيه يا شباب، الصلاه والسلام على رسول الله ان شاء الله تبارك الله. خيرات والله كويسات ما شاء الله. بعد يسرح بين فترة لما يخشن وبعدين يربطون، يربطون هسه ترى يربطون. مختار ايش قد سمت البضاعة يا مختار؟ شلونك عمي ابو مهند؟ اما انا ايش قد سمت البضاعة؟ شاب شلونك عمي ابو مهند؟ انا انت شربان شاي اليوم؟ دور شربت شلونك؟ ليش مو مصحصح؟ ايش قد سمت البضاعة هاي؟ والله انا سوي 150. ما اعطوك شيء؟ والله لسه ما اعطوك. مو زين عمي ابو مهند والله زين. الميزان رمضان دوره 35. ما شاء الله تبارك. اليوم حطها كويسه هاي والله، بدها والله كويسه والله. بدها شويه شعير وشويه اذا في مجال. ايه ماشي حالك. اي نعم اذا في مجال للرعيه هاي زينه تصير شويه خشب. وتربط ترى تربط فورا مو تربط. اي والله. شلون السوق عمي ابو مهند؟ والله بسط. مقبول ها؟ يلا يا رب الله يرزقك. من 60 ل 70 ل 75 ل 40. الله يرزق. هاي الخرافه السوريه الطيبه يا شباب هاي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ان شاء الله تبارك الله احسن الخالقين. هاي التغالي تنقال عنها تغالي ما شاء الله. وين راح ابو حسن؟ والله بضاعه طيبه فخامه. صلاه وسلام. شلون البضاعه ابو مريم؟ احسن من هيك تغالي بالسوق ما تلاقي. شلون ابو حسن؟ احسن من هيج دغالي بالسوق ما نلاقى. لا بالله ابدا 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 ابدا. والله ما شاء الله تبارك الله. هذا الموديل هذا اللي ينقال عنه الخروف السوري. نعم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ايش قد وزن ابو حسن؟ والله فوق ال 70. فوق؟ نعم. لسه بها رباطه ولا لا؟ والله لسه هاي قصه ودت ساعه تشيل مع بركه يعني بها اكثر. انا سمعنا واحد منها مرضان بيزار الماضي بدانا مقبله 85 كيلو. ما شاء الله تبارك الله. فوق طبعا انا ما قبلته. اي والله بالله بضاعه طيبه. ايش قد طلبتوا بيها ابو حسن؟ والله من قبل كريم 5 دولارات. 5 دولارات؟ اي نعم. ما اعطوكم شيء؟ لا بالله لسه. الصلاة والسلام على رسول الله. بضاعة طيبة صراحة، خشن خشانة خشانة جنسها طيب يعني. نعم. يعني مو انه والله مثلا مسمنة بس ربط، لا اصلها طيب. هي كيف قيمتها الحمراء؟ الشب 100 دولار. عند اخونا ابو حسن يا شباب ما شاء الله تبارك الله احسن الخالقين. الصلاة والسلام على رسول الله. ابو حسن شلون السوق ابو حسن؟ والله يعلى كويس زين ببرود يعني. ببرود ها ببرود. شنو اكثر شيء قام ينباع ابو حسن؟ والله كثير. نعم الصلاه والسلام. وين 10 جنيه؟ 10 جنيه. الله يرزقك ابو حسن. انا شايف العجب السوق يا شباب كلها خرافه، البضاعه كلها الموجوده بالسوق خرافه. اغلب البضاعه اللي عم تنباع تلاقيها بالسوق خرافه. شنو القصه يعني؟ الحاج قليله بالسوق. هديه. اللهم صل وسلم على نبينا. ابو عيد ايش قد سبت البضاعه هاي؟ والله هاي باصلها 200 يعطونا 190 ابو حمزه. 190 دولار عم يندفن. اليوم السوق ما ابو غير خروف خامي، شو السالفه؟ اليوم ما ابو غير خروف خامي بالسوق. لانه ثلاثه يعني يجوز الناس ما تنزل الغنم الجنيه غير الجمعه. الجناي يا شباب بي نقطه مهمه، الجناي ما له شغل كثير بالسوق. الغنام ما له شغل كثير بالسوق، ينزل بالاسبوع مره يعني مثلا لما يكون عنده حاجه بده يبيع بده يشتري بس. نعم له فاتوره له كذا بس يعني ما ينزل الا للضروره. فالايام اللي تلاقيها بنص الاسبوع مثل الثلاثاء بالنسبه له هذا يوم عمل ما ينزل بالسوق. فلذلك تلاقي البضاعه تختلف بين الثلاثاء والجمعه بضاعه السوق نفسه. اللهم صل وسلم على نبينا. ما شاء الله لقينا انعاج، لقينا انعاج. ابو سلطان تاجر ما هو غنام فيشتري من الغنامه. اي نعم. ما شاء الله تبارك الله.
الصلاة والسلام. لقينا نعجات والله. الصلاة والسلام على رسول الله. شنو هذا العشرة أبو سلطان؟ عشرة على الإيكو. ها كفالة غنم بلدية مشكلة عشرة. السلام عليكم. اللهم صل على محمد. 12 راس ها؟ 12 راس. شكرا أبو سلطان. هذا 10 شبر و2 شبر. ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على محمد. زين هذا غنم زين زين الغنم. كلها فتة وعشر. ايش قطرت؟ هاي خشن هاي هاي بي. نطلب من الله 3.5 يعني 3.5. هاي بيها عرج نجدي مار عليها النجدي. اي اي اي. على صوفتها تختلف يعني شعرها صحيح. ايش قد طلبت أبو سلطان؟ والله جانا نطلب 3.5. وش أعطوك؟ 3.4 بس ما اليوم. اي نعم. واليوم لسه ما صار بيه شيء مو؟ اللهم صل على محمد. شلون هالسوق اليوم أبو سلطان؟ والله أشوى أشوى. بس يعني ترك شوي غيروها. نعم. ايش قد فصلتها عاد انت؟ والله يعني ب 40 35 بيع. شلون 40 35 300 و 335 340 ترى الاسعار مهديه تعتبر هيك ها؟ صومتك عاديه يعني. يعني كانت الناس من 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 20 يوم كانت تقول لك 500 450. يعني انا رجل ما بعت ثلاث على اربع على ثلاث ونص والله. نعم غنم زينه والله اطرافها زينه وصحتها كويسه. وشكالها زينة مقبولة يعني زينة ما شاء الله كويسة ماشي الحال بلدية زينة حسنة وكفالة وصاحية يعني ما قالها صار سليم ولحمتها زينة اي والله مي ضعيفة يعني بك يا بلوك اليوم شباب فتلنا السوق ويعني هذا السوق مرينا على عمنا ابو عبدوين سوينا كاسة كمون وليمون ترى الكمون والليمون الصبح غير شكل شباب ممتاز صحي خلال الواحد صح صح صحيح احنا مدمنين شاي بس بالنهايه كمون الليمون ما في احسن منه كمون الليمون اطيب اي نعم اللهم صل وسلم على نبينا محمد مفيد صحي للمعده يعني اللهم صل على محمد ايمت ما حسيت معدتك ما غصتك او توجعك اشرب كمون الليمون مع شويه ملح تحس معدتك ترتاح هذا سوق اللحم يا شباب الصلاه والسلام على رسول الله لين ابو عمر حبيبي شلون هالسوق ابو عمر ايش قد انباع الخروف اليوم الخروف ايش قد انباع اليوم بس اشكرا بعد 4 دولار 65 وزن خفيف بس هاي الرباطه يعني نعم اليوم مو سوق بكره بكره اليوم مو سوق بكره ايوه سوق سوق تعفير اليوم ها الله يرزقكم يا ابو عمر الصلاه والسلام على رسول الله هاي اخراف انحطت على القبانه شباب 4 دولار و65 اوزان خفيفه يعني لازم تكون خمسينات عرفت وجوز حبيبي حياك الله الله يحفظك ايش قد كم كيلو طلعان 250 كيلو كسر الخمسينات انا قلت 49 خمسينات اللهم صل على محمد ان شاء الله تبارك الله كانوا في روشة بالسوق والله بس عاد كانوا ما بي في فطايم والله كويسات ما شاء الله تبارك الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد يقول لك يعني هاي شكارته الاخراف اللي انبعت اليوم لحد الان الصلاة والسلام على رسول الله مع انه احنا جينا متاخرين شوي قصدنا احنا نتاخر مشان يصير في حركة بيع وشراء بالسوق شلونك حمود؟ حبيبي الله يسعدك ايش قد انبعت الفطيمة اليوم ابو ابراهيم؟ هاي اسعار الفطيمه اليوم سوق سوقنا اليوم ما يبين بكره هذا زياده هذا زياده عدد كمال هذا على قولت ابو عمر يقول عفاره الله يوفقكم يا حمود في برود ها اللهم صل على لا الله الله يجبر خاطر المستهلك الفقير ولا يضر الناس التعبانه يا رب اللهم صل على محمد هذا سوق اللحم يا شباب حركته عاديه يعني هاي اسعار اللحم اليوم عندنا اليوم والله يرزق الجميع ان شاء الله ها اللهم صل على محمد هاي لك البضاعة ما شاء الله تبارك الله خمس دولارات ما اعطوكم شيء 4 دولارات 80 ترى انت فيها زينه يعني
بس زاد البضاعة طيبة والله. حصل 25 يوم. يعطيك ألف دولار نعم. اللهم صل على محمد. والله البضاعة نظيفة صراحة. زينة هذا راعي. إي والله البضاعة نظيفة ما شاء الله. وهذا راعي ها؟ اللهم صل على محمد. بعت ب 4 دولارات 80 هاي؟ إي هذا راعي. ما شاء الله تبارك الله. الله يرزقكم يا شباب. والله زين، ايش قد بها اوزان تقريبا؟ 60. الصلاة والسلام على رسول الله. البضاعة حلوة والله نظيفة. الله يرزقكم يا شباب. البضاعة قليلة وحركة على قدر. حطيم 4.45 نعم. 4.55 لحم الطيب. اللهم صل على محمد. الله يرزقك عمي ابو يوسف. الله يوفقك. والله يا شباب فتلنا السوق من اوله لاخره، يعني سوقنا اليوم على الهادي الخفيف. سوقنا هذا عمنا ابو زياد، سوقنا على الخفيف يا شباب. قلنا ايش قد عم ابو زياد؟ صار 185 وراعي نزعل يريد 200 بعدين دار فرمالكم 190. نعم والدفع 185. اللهم صل على محمد. ندفع ب 185 دولار. السلام عليكم. كويسات والله زينات. ترى بقد بعض. زينات هذا. ايوه. هلا ابو عبد الله. شلون السوق ابو عبد الله؟ والله زين ما شاء الله. تحسوا على الخفيف؟ لسه اليوم ثلاثاء. ايه ثلاثاء ما مثل بعضه. الجنية ضعيفة. نعم. غنم الجنية الجناي ما ينزل يوم الثلاثاء. الجناي يعتبر يوم الثلاثاء يوم عمل ما ينزل. طلب الجنية اليوم خفيف شوي يعني. نعم. وما شفت غنم، ما شفت غنم كثير بس غنم حلوه حلوه غنم طيب ما بس كله. نعم الله يرزقك. الله يرزقك ابو عبد الله. اي والله الله يرزقك ابو عبد الله حبيب الله. ابو احمد والشراء يصبوا له ما شاء الله كويس. ابو الخشم ايه يصبوا له جماعه ما هم الدارين شرواك ولا غير مرحله. صدق وامان والله وحق قال لي على كيفه. شلون السوق عم ابو زياد اليوم؟ والله ماشي حاله زين مقبول. اللهم صل على محمد. يرضى بقسمة الله يرضى. نعم. ما يرضى لا حول ولا قوة. اللهم صل على محمد. هي ها؟ قاعد افصلوني ب 300 دولار. اعطوك شيء يا ابو عمر؟ ما اعطوني شيء. والله حمر ابتر جرن وجالس جبهته عريضة. زين الخروف. جبهته عريضة وابتر رجليه زين زنود وزينات. خشمه زاد زين ها؟ اي والله. اللهم صل على محمد. بس دائما ابو عمر الفحل لازم ما ينهد خالص يظل. لا عجين على ذا، لا مفطوم الخروف. اي مفطوم ها؟ لا يا هذا سوقنا اليوم يا شباب. الله يرزقكم ويعطيكم العافية. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل شيء جديد. كذلك اشتركوا بقناة أبو حمزة الرحال على اليوتيوب. نزلت فيديو إن شاء الله يعجبكم يا شباب. إن شاء الله قولي رأيكم بالتعليقات وتابعوا حتى النهاية. ومع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم تعبان يا شباب لا تواخذوني، أنا تعبان اليوم. الصلاة والسلام على رسول الله.